اسمح لي السيد الوزير، انا هنا، انا هنا سيد داوود، انا هنا. على كل ماشي بوحدك اللي كدوز للبرلمان، كلشي انا كندوز للبرلمان، هذا نقاش اخر. ولكن بالله عليك، مجموع قوى من الشعب المغربي قالوا المقاطعه، كنقاطعوا بلا ما نقول الاسماء. الحكومه ما كتجاوبش، ما كتقول المقاطعه خايبه، والله المقاطعه مزيانه. كيسبونا الوزراء ديالكم، كيسبوا الشعب المغربي، كيقولوا ليه المداويخ، كاين اللي قالوا القطيع. واش هذه حكومه؟ الناس قطعوا زولوهم، علاش كتقطعوا؟ قطعوا الحليب الفلاحين، المشكله اللي كيعانوا الفلاحين دابا اللي كيبيعوا الحليب ديالهم. وهذا الحوايج الشعب هذا واش ماشي من حقه يتحاور معكم؟ ماشي من حقه تزولوه؟ واش الوسائل الاجتماعيه شي غير في الزنقه؟ سمح لي السيد الوزير، راه كنعيش واحد الواقع مر، هو ان الحكومه ديالكم ما كتعرف تجاوب على حقوق الناس، فقط تشتموهم. كيفاش مواطن كيصوت عليك كديمقراطي وانت كتشتمو كتكفو كتقولي المداويح، والحكومه كتقول الحكومه ساكت على السبان، على السبان. هذه حكومه، هذه حكومه شهاده الملك، هذه حكومه تيرفع البرلمان. سمحي لي السيد راي، وانت مشيت تقول لي انك كنتي موجود السبان. عفوا، هل هناك متعقب اضافي اخر؟ فريق العداله والتنميه. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، حنا كبرلمان خصنا نديروا الدور ديالنا، وحنا كنديروه. حنا من عندنا ما مشيناش نتساراو بعدا، ثانيا درنا التقرير، ثالثا عطيناه لكم، رابعا عند الفرق كلها، وخامسا كنتمنى هذا النقاش اللي كان الان للاسف الشديد كان مفقود في اللجنه. كنتمنى انه السيمانه الجايه ان شاء الله، السيمانه الجايه سيبرمج اللقاء. كنتمنى هذه المواقف تكون حاضره ونحن نناقش واحد الجانب ديال المهمه الاستطلاعيه. وثالثا واخيرا السيد الوزير، كيخص الحكومه تنتبه، الشعب ملي كيدير شي مبادره ما نواجهوش بالسب وبالقذف، خصنا نتواصلوا معاه بالتي هي احسن. شكرا. شكرا. هل هناك من تعقيب اضافي اخر؟ اذا جواب السيد الوزير، تفضل السيد الوزير. اولا الحكومه بريئه لان ما كاينش شي موقف رسمي، خليونا من اللعب. تبداو قال الحكومه، وراكم برلمانيين عارفين شنو هو الحكومه، عارفين شنو هو الوزير، ما عرفت شيء، مصيبه هذه. ويلي، لا الحاجه اللي كتصدر على الحكومه راه معروفه. ها الناطق الرسمي للحكومه هو قدام قال شي كلام. اذا خليونا بلا مزايدات في هذا المجال. حنا ماشي لا سأل الحكومه، ما تكلمش على الحكومه كلها، ماشي بالغوات هكذاك، راه كلنا قادين نغوتوا. بغيتوا تستافدوا من الدعم ديال الحكومه ديال الدوله على حساب الفقراء؟ اشني هادشي؟ واش بغيتوا رجعوا اللور؟ واش بغيتوا الدعم يرجع عاوتاني للمواد الاساسيه؟ حنا في شي حكومه شيوعيه؟ راه المغرب راكم تتقولوا حزب ليبرالي، فين هاد المرجعيه ديال الحساب ديالكم؟ فين هاد المرجعيه؟ يا تدخل المنافسه. اذا خاصنا نسهروا على المنافسه وكونوا غير منطقيين مع روسكم. تدخلوا المنافسه، نعم المنافسه حنا قايمين بها، قايمين بالدور ديالنا. نتبعوا هذا النقاش اللي راه اليوم موجود في البلاد، ووريتينا الناطق الرسمي باسم الحكومه وكنشكرك عليه، ولكن ما كنتفهموش علاش الحكومه ما يعني لم تتواصل حول هذا الموضوع هذا. لانه اللي واقع اليوم هو انه كاين واحد الارتفاع مهول ديال الاسعار ديال المحروقات على الصعيد الدولي. المفروض اليوم واش نراجعوا السياسه ديال الدعم اللي مخصصه الان ونهبطوا من هذه الاسعار هذه؟ وانا كنظن هذا خيار بيد الحكومه، ونصحوا الحقائق باش المواطن المغربي يكون، باش المواطن المغربي يكون عارف. لان اليوم شنو اللي وقع؟ اليوم كاين واحد السياسه جديده سميتها الركوب الامواج. الشجاعه اليوم كتطلب انه من كل موقع سواء في الاغلبيه ولا المعارضه نقولوا الحقيقه كامله. هناك ارتفاع ديال الاسعار، والمنحى متوجه نحو مزيد من الارتفاع. في المقابل كاين فلاحه اليوم اللي كينتجوا كيفيقوا من الصباح وتينتجوا الحليب ويتعرضوا الان لخسائر فادحه. الحكومه خصها تحمل مسؤوليتها بدون ضرب على الطاوله وبدون اننا ندغدغوا المشاعر ديال المغاربه. المغاربه اليوم داروا الخيارات ديالهم وعرفوها، ولكن الحكومه خصها تواصل. اسمح لي السيد الوزير، وتواصلوا تقول الحقيقه كامله. الارتفاع مهول والاتجاه نحو مزيد من الارتفاع في المحروقات. ثم المقاوله المغربيه شنو اليوم، شنو ذنبها انها تاكل العصا في هذا الملف هذا؟ اسمحوا لي السيد الوزير، تحملوا المسؤوليه. شكرا. شكرا. هل هناك تعقيب اضافي اخر؟ ليس هناك تعقيب. السيد الوزير تفضل.
أنا معك أن فعلا غد خدامي على هذيك أكثر من 6 شهور تنشوفوا عندنا بنش مارك. راه قلتها لكم كاين دول بحال بلجيكا اللي محدده هامش الربح، تدير سقف وتدخل المنافسه تحدق السقف. حنا خدامين على هاد النماذج. الان غتقولوا غير الضغط، حنا خدامين، وقلتها لكم يا المره اللي فاتت على هادشي النموذج البلجيكي. ممكن نجيو نعرضوه لكم في اللجنه، هادشي نستشروا فيه ونشوفوا ما هي احسن حاجه للبلاد. غير ماشي نقولوا نرجعوا للور ديال الدعم، نهز الفلوس للفقراء وندعم به ثاني ليسونس لمول 4x4 وهذاك غادي يكون حرام، ياك متفقين معايا؟ الدعم ما خصوش يبقى، ولكن خاصنا اساليب اخرى، صيغ اخرى. واللي عنده شي مقترح، حنا راه قلت لكم اللي كان شي مقترح حنا نتبناوه، ماشي عندنا حنا. اللي عنده شي مقترح يجيبوه نتبناوه ونناقشوه لمصلحه المواطن فوق كل اعتبار. ما كندافع لا اكس ولا كريك ولا زاد، الان تندافع على المواطنين، على الطاقه الشرائيه كما قلت لا قدر الله غدا يوصل للبترول 100 دولار. ما العمل